اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد وقع سعادة وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الصديقين.